بدي احييكم مشاهدينا مع الحلقة عبر الام دي في مع بداية هالاسبوع. شهر مر على هذا الانفجار الكارثي يلي كلنا بعدنا عم نتابعه يوميا، وبعدنا لهلا بنسأل، ما حدا استقال، ما حدا تبين انه مسؤول، وكأنه الدنيا ما بعرف كيف. وبالوقت يلي انا بدي اشكر كثير المبادرات الفردية، بدي اشكر كل الايادي البيضاء، ولكن وين الدولة اللبنانية؟ سؤال عم يسألوه كل اللبنانيين، يعني منتظرين فقط مساعدات، ما في مبادرات اطلاقا لبنانية من قبل القطاع العام. هذا السؤال مطروح. منبلش مع المعلومة. بمعلومتنا لليوم بدي أقول أنه المديرية العامة للأحوال الشخصية بوزارة الداخلية والبلدية ستطلق غداً الإخراج الأيد عبر الإلكترون، يعني إلكترونياً، تسعى من خلال هالخدمة إلى تسهيل معاملات المواطنين اللبنانيين للاستحصال على إخراج أيد طبعاً فردي بطريقة إلكترونية وسهلة، بتتضمن بوضوح المعلومات الواردة بدون ما تكبيدهم أي عناء الوصول إلى دوائر النفوس وغيره. طبعاً بكرة إطلاق الإخراج الأيد الإلكتروني رح يتم بمؤتمر صحافي يعقد الساعة 11، وأكيد كل التفاصيل بكرة، بس حبيت خبر عن الموضوع لأنه كتير بهم اللبنانيين. بدي انتقل أنا وياكم مع زميلنا أنتوني مرشا إلى الكارنتينا مجدداً حتى نتعرف على عائلة جديدة كمان هي بحاجة لمساعدة متضررة، وبالتالي حتى نشكر كمان بنين يلي نهار يعني الأسبوع الماضي طلعنا مع عائلة وكانوا أول الواصلين لعندهم وبدأ مساعدتهم. أنتوني صرت معي؟ أنتوني مرشا؟ أنتوني؟ نعم ريبيكا، أنا معك من منطقة الكارنتينا، ونحن موجودين هون يعني بهيدا البيت يلي متضرر فعلا. مثل ما قلت جمعية بنين هن اللي عم بيتعاونوا معنا أنه يخدونا عند أكبر عدد من العيال يلي فعلا متضررة، وهن عم بجربوا يساعدون كمان بقدر المستطاع. في عندي هون عائلة أحمد يلي مؤلفة من أم وبي وخمس أطفال، الأطفال موجودين برا عم بيلعبوا، نحن رح نجي لعندهم مع بيون. أحمد بدي تخبرني شوي عن وضعك أنت وعائلتك، شو الوضع، كيف عم تقدروا تقوموا بال... مثل ما شايف خيي، هيدا الوضع مثل ما أنت شايف، صاروا جاي لعنا شي 10 جمعيات وكلهم بيجوا مثل قلتها بيصوروا البيت وبياخذوا صور وبيصورونا الهويات وبيفلوا. شو وضع أولادك هلا؟ أي طلع وين؟ شفت البيت كله مكسر، ما ضل عندي شي صار، كله راح تكسر. كيف عم تقدر تطعميهم؟ اخي على الله، واجت جمعيه بنين كمان عطتنا مليون ليره، وهذا اللي عم نشوفه، غير هيك ما عم نشوف شيء. هل اولادك هلا يعني عندهم مطالب اكثر من قبل، انت ما عم تقدر تامن لهم اياها؟ شو مطالب؟ ما انت انه مبينه واضحه، اذا انا ما عم بشتغل اي مطالب اي دنيا اي ما فيش، كله واقف. يعني الأطفال كانوا هون ريبيكا نهار الحادث، وبدي أحكي مع إحدى الفتيات اللي هن ولاده. قد إيه عمرك حبيبة؟ 7 سنين. 7 سنين، أنت كنت هون لحظة الانفجار، شو بتتذكري؟ شو صار وقتها كنت هون؟ قال الوالد كنت على البلكون، خبريني شو صار؟ كنا على البلكون، أما سمعنا صوت الانفجار، أنتوني وبس بقى معك هيدا الدبدوب. ايه نعم ريبيكا، انا معك. زبط موقعك شوي لانه عم بقطع الخط. بعدني معك ونحن عم نشوف هيدا العائلة. نعم. يلي هن فعلا موجودين. نعم. نحن ريبيكا بعدنا موجودين، يعني هون شوي الإرسال صعب طبعا. صحيح. لأنه مناطق كلها منكوبة، يعني المناطق حتى الضرر الإرسال فيها، كرمال هيك ما عم بيقدروا بسهولة أنه الناس يوصل لعندهم.
هيدا كمان بيأثر زيادة عنه، مثل ما عم نشوف الأحياء كلها هون متضررة، وفعلا منطقة الكارانتينا هي من النقاط اللي كتير قريبة على المرفأ، وكانت من النقاط اللي جدا متضررة باعتبار أنه العنبر رقم 12 هو مواجه لمنطقة الكارانتينا. وبدي حتى المرفق من هون ببين مباشرة من عن سطح بيته لأحمد. أحمد بدي أسألك بعد، يعني أنتو هلأ كيف رح تكمل مع 5 أطفال؟ شو بتطلب من الناس اللي عم يحضرونا ورقمك موجود على الشاشة؟ أنه بطلبوا أنا أنه يساعدونا لنخلص بيتنا، لأنه كلهم عم بيجوا جمعيات عم بتأيد على الفاضي، وقبل ما تبلش شتوية يعني مثل ما شايف أنت شهر وشهر ونص بتصير شتي، هيدا اللي طالبوا أنا بس. والمدارس أكيد كمان بدك تسجل أولادك، هل دقولنا من يومين شو ما قادر سجلهم، ما قادر أعمل شيء، هيدي هي. يعني ريبيكا فعلا في عائلة مثل باقي هالعيال يلي ما حدا بعد اجى سأل عنها، ما حدا بعد فات لعندها. نطلب من خلال حمل من برنامج الحل عنا معك انه يساعدوا هالعائلة، يساعدوا هالأطفال، ويساعدوا قد ما فيهم تا يقدروا قبل الشتاء يقدروا يخلصوا القعدة يلي هن بيقعدوا فيها، لأنه بعد يعني بعد 35 يوم بعد في دمار، بعدهم الأطفال بيناموا على الفرش هون برا لأنه البيت منه خالص وعم بيناموا بالفرش. يعني هلأ بعده صحوا، بكرة وقت الشتاء رح يكون كتير صعب على هيدي العيلة إنها تكون عم بتحمي حاله وعم بيقدر يحمي حاله. وساعت ما حدا عرض نعم. عليهم بيت تاني أو مكان آخر، لكن تزبط بيتهم، هالولاد يناموا على القليل بفرشات يأكلوا، يعني ما حدا عرض عليهم أو هني ما بدهم يغادروا البيت. أحمد، لأنه في كتير عائلات، في كتير مؤسسات أمنت، يعني عرضوا عليك تنقل على غير بيت، ولا أنت حابب تضل هون بأرضك؟ لا، ما حدا عرض علي. على كل حال أنطوني، نحن يعني متابعين معك، وأكيد بدي أقول اليوم نحن يعني مثل كل اللبنانيين عم يسمعوا بكتير مساعدات بكتير جمعيات، ولكن لازم نتأكد يعني أي جمعيات عم تدخل، على القليل ناخد اسمها ناخد رقمها، مش ما بيكفي بس يفوتوا لعند المتضررين وياخدوا هويتهم ويفلوا، بهمنا نعرف كمان هالجمعيات، لأنه في كتير بروباغاند مريت لجمعيات هيك بتحب تبين بس ما عم تعمل شيء على الأرض. ما بدنا نحنا كمان نفوت بهيدي اللعبة، نحنا ما بدنا نستغل حدا، نحنا بدنا نقول أي جمعية أي أيادي بيضاء عم بتساعد خليها توصل مباشرة للناس ويشعروا فيها يحسوا فيها مباشرة. أكيد الأعمار مش بكبسة زر، وأكيد يعني ما بتصير بيومين وثلاثة نرجع نرجع بيت، ولكن أبسط الإيمان على القليل نعطي موعيد لهالناس أنه نحن جايين بكرة مثلا حط لك الإزاز، أو نحن يعني كتير مهم أنه مش ما بيكفي بس الجمعيات تدق بواب الناس وتفل، بهم تخبر الناس شو بدها تعمل لهم، تعطيهم مهل، تعطيهم مواعيد ليعرفوا حالهم كمان. أنطوني نحن متابعين معك تقريبا هالأسبوع، رح نتعرف على كتار من المتضررين حتى نرجع كمان نسمع صوتهم ونسمع صوتهم، لأنه هن بحاجة فعلا لمساعدة. شكرا لك أنطوني مرشاء، بحيي أكيد عائلة أحمد وكل العائلات وخصوصا الأطفال يلي بعدهم لهلأ ما طلعوا من هالصدمة، وأكيد بدي أتمنى الشفاء لكل المصابين وإن شاء الله المفقودين كمان منعرف شي عن مصيرهم. منتابع الحل عنا عبد الأم تي في، من المسؤول؟ خير الجراح مهندس نقيب مربي الأبقار الحلوب في لبنان، مش أول إطلالة معنا. نحن من حوالي يعني ما بدي أقول شهرين أو ثلاثة كنت موجود معنا باستوديو، ضوينا على موضوع الإنتاج الحيواني وحطينا نقاط الخطر، وكنا عم نطلب يومتها تأمين المستلزمات الإنتاج الحيواني ليضم عنا الحليب واللبن واللبنة وغيره. اليوم بين وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة انتوا واقعين، انتوا قطاع الدواجن بمأزق، يعني ما عارفين اذا من هلأ لشهر لشهرين بضم عنا انتاج حيواني ولا لا، لانه اليوم عم ينحكى برفع دعم. يسعد صباحك مدام ريبيكا، ونحن بنشكرك دايما على التفاتاتك الكريمة لهيدا القطاعات المنتجة ومتابعتك لمشاكلنا. نحن صحيح أنا وياك دوينا من فترة وحذرنا أنه نحن واصلين لآخر السنة على كارثة
إذا ما صار في دعم، وقتها عملوا آلية الدعم. نعم. آلية الدعم هي ساهمت باستمرار ما تبقى من الثروة الحيوانية في لبنان. تفاجأنا بخطوة معالي وزير الاقتصاد، مع العلم لم يتم مراجعتنا بما خص أسعار الحليب. ولا شيء يعني وروكن ولا شيء. ولا أبدا ولا وردنا أي تحذير أو أي اتصال أو استفسار من وزارة الاقتصاد على بالنسبة لسعر الحليب الطبيعي. مع العلم ست ريبكا برجع بعد لك، هيدا الدعم اللي صار حافظ على ما تبقى، ولكن إذا القرار فعلا سينفذ يعني اللهم ما يصير الموضوع انكيات يعني تنفيذ كلام، لأنه اليوم الملف بده إمضاء وزارة الزراعة. مشكور معالي وزير الزراعة اليوم طلع بيان كمان أنه لا، هيدا القرار الدعم هو بقرار مجلس وزراء، وطالب معالي وزير الاقتصاد بالاستمرار بالدعم. نعم. على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية. نعم. فاليوم إذا هيدا الموضوع حيصير في تريبكا، أنا بحب أقول لك شغلي للأسف أنه حنوصل لشهر 12 ما حيضل عنا أكثر من 100 طن حليب إنتاج يومي. وبيعملوا شيء يعني 100 طن إنتاج بالنهار، شو بيعملوا؟ ما بيعملوا شيء. إنتاج حاجة لبنان؟ نحن حاجتنا 700 ألف لتر قبل الأزمة كان. نعم. يومياً. نعم. بس نحن نزلنا تقريباً ل 350، واليوم نحن بحدود ال 200 طن إنتاج. أنا بقدر أكدك ست ريبيكا، المعامل الكبار الموجودين بلبنان اليوم يصنعون تقريبا نصف اذا مش اقل من كميه اللي كانوا يصنعوها بنفس الفتره من السنه الماضيه. نعم. ونحن بنعرف انه القدره الشرائيه عند الناس تضاءلت، ولكن حتى كميه الحليب اللي موجوده اليوم ما قدرت تغطي السوق، مع العلم مع وجود حليب البودره يلي هو يعني تقريبا صار في تأمين على المدخول تبع على دخوله على لبنان. مع انه يعني سمعنا من يومين مساعده من بولندا من الحليب البودره، لا ما بعرف قديش كميه المساعده قدي كمان بتساهم الى حد ما، المهم نشوفها عم تنباع بالاسواق، بس اقله يعني بتسد حاجه بعض الناس المتضرره. ولكن اذا بنرجع نحن للدعم لانه هو الاساس، يعني مؤخرا اندعم لتر الحليب بفتكر 67 سنت اذا مش غلطاني او 68 سنت. لا 60 سنت تم التسعير وليس الدعم. تسعير. نعم. نعم. نحن سعرنا وقتها ب 60 سنت، 33 حسب سعر السوق السوداء. نعم. و 27 حسب السعر القديم لل لسعر الصرف. نعم. ولكن اليوم بحكم كميه الحليب القليله اللي عم تسلم للمصانع، وحتى كمان اليوم بحكم هيدي موجة الشوب اللي اجت على لبنان. نعم. نزل كمية انتاج الحليب بحدود ال 15% كمان. نعم. اليوم نحن حتى مع آلية الدعم، بحب ضوي على شغلة مدام ريبيكا. نعم. ليس كل المزارعين أخذوا كمية تكفي لكامل الشهر من الحبوب وكسبة الصويا. أوكي. نعم. حتى يقدروا يقولوا انه هني فعلا عم بيستلموا كامل كمية اللي هني بحاجة إليها، ولكن العليقة بعد مش كلها دخلت بصيغة الدعم. يعني اليوم على ما أظن في كسبة قطن اللي هي بتدخل بالعليقة، وفي تفلش مندر اللي بيدخل بالعليقة قريبا حيفوت على لبنان. نعم. بعتقد أنا كسبة القطن دخل بابور واحد اللي هو بيغطي جزء من الحاجة، ولكن خليني ضوي لك على شغلة ست ريبيكا. نعم. وقت ما كنت قاعد أنا وياكي كان سعر طن لنخالي دون 300 ألف ليرة. طن الخالي اليوم ب 600 ألف ليرة، 100% يعني ضعف. ضعف ضعف. هيدا 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 كمان بيعود للسياسة الخاطئة لوزارة الاقتصاد يلي سمحت باستيراد الطحين عشوائيا تحت حجة الأمن الغذائي، مع العلم كانوا يدولون أنه نحن عنا دائما قمح لفترة 6 أشهر، وأنت بتعرفي أنه جاء بحدود 25 ألف طن كمان مساعدات من الطحين للبنان. نعم. فهيدا الموضوع أثر على موضوع الطحن، إضافة إلى أنه قديش رجعنا وزارة الاقتصاد بإيقاف تصدير مادة الإنخالي إلى قطر وإلى مصر. نعم. وللأسف لازال لحديث اليوم وزير الاقتصاد عبر مديرية الحبوب والشمندر تعطي الأذونات للتجار لتصدير مادة الإنخالي يعني نحن عم ندور عليها بلبنان. يعني يعني اليوم قبل بكرة مفروض وقف التصدير. طبعا طبعا نحن انا رجعت من 6 اشهر رفعت كتاب لوزاره الاقتصاد وكتاب لوزاره الزراعه، وتم الاتفاق على تخفيض كميه التصدير.
ولكن لا زال لحديث اليوم يصدر الانخاله، ولكن حتى لو خففوا الكميه لانه كميه الطحن قلت، فهذا الموضوع حتى لو خففوا كميه التصدير برضه حتعمل تاثير على الداخل. نعم، يعني وكان في مطلب كمان دعم الصويا ودعم بعض المستلزمات العلف وغيره على القليل تكون مدعومه او ينعمل لها مثل يعني، لان هيدي نحن ما عندنا اياها بلبنان، هيدي بدها نستوردها من الخارج. صحيح، كان هذا مطلب، وكان بوقتها الطحين عم يتهرب على سوريا وعم يتهرب معه الانخالي، كنا عم نخسر المادتين يعني. صحيح صحيح. نعم. ولا زال جزء ممكن عم يتهرب من ماده الانخالي على سوريا. للاسف مدام ريبيكا، حتى الصويا نعم. اخذ قرار معالي الوزير الصناعه حب الله نعم. دعما لمعمل سلعاتها يلي موجود بلبنان يلي هو بيعصر الزيت. نعم. ف أصدر قرار بمنع استيراد كتبة الصويا، ولكن رجعوا توصلوا لاتفاق على تأمين 50% من الحاجة هي من كتبة الصويا عبر الاستيراد. ولكن حديث هلأ في معلوماتنا كان عنده صويا مدعومة، خلصت ما عاد عنده كتبة صويا، استورد 5000 طن، لحديث هلأ لم يتم فتح اعتماد لهم على المدعوم. فكثير الملفات عم تتأخر بمصرف لبنان حتى يتم الموافقة على الاستيراد. إضافة بحب ضوي على شغلة مدام ريبيكا، أنا قلت لك ذكرت سابقا أنه نحن بلبنان لا نربي البكاكير بكمية تعمل صحيح. تستبدل الأبقار يلي تباع للذبح نعم. لعدم إنتاجيتها ولأسباب أخرى نعم. نحن اليوم بلبنان من تاريخ تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر ما فات بكاكير، فات هلأ تقريبا بحدود 66 أو 100 راس اللي فاتوا، في منهم بس 66 راس على المدعوم، والملف بعد لحديث هلأ موجودين بلبنان بس الملف بعد لم تتم الموافقة عليه بمصرف لبنان. يعني هلأ بانتظار بس موافقة مصرف لبنان. نعم، بس ما هني ما بيعملوا شيء مدام ريبيكا حتى بالنسبه حتى لانه العدد كثير قليل للطلب، العدد كثير ضئيل جدا، يعني نحن اذا بنحكي عندنا لنقول 25000 راس، نحن بحاجه ل 15% استبدال. نعم. اقل شيء يعني نحن بحاجه لاستيراد بحدود 3000 ل 3500 بكيري سنويا اقل شيء لنستبدل ما لدينا، وليس لتنميه القطاع. وكنا نحن وزاره الزراعه من ضمن رؤيتها وضعت انه بدون يوصلوا عدد القطيع ل 100000 راس. نعم. فنتمنى انه يحدث هذا الموضوع، ما نرجع لحدود ال 10 او 15000 راس بقر حلوب. انا بحب حذر عبر منبري نعم. انه نحن رايحين على كارثه بالامن الغذائي، والحليب هو يشكل اليوم العصب الرئيسي للامن الغذائي. اذا كملنا هيك ونرفع الدعم، بدي اقول لك شغلتين، اول شغله سعر الحليب حيعلى اكثر وحيكون له تأثير كتير سلبي على المستهلك. اللهم يبقى الدولار على 7500 وإن شاء الله بيرجع، ولكن ما فينا نضحك على بعضنا، الدولار ممكن يوصل للعشرة 12، ما حدا بيعرف بآخر السنة وين حيكون الدولار. فنحن إذا عم نحكي على دولار اليوم، لا قدرة للبقاء ولا قدرة للمستهلك على أنه يكمل. فما بالك لو طلع الدولار للعشرة أو 12000 مدام ريبيكا. نعم، لأنه الحقيقة لما بيكون بعد مش مثبت سعر الصرف بلبنان الدولار، يعني نحن كل يوم نوع على سعر ممكن، وبعدين ما حدا عم يلتزم بالسعر الرسمي أو الحد الأقصى الواضعه مصرف لبنان، الكل عم يشتغل على سوق سوداء، وفي كتير يعني انت بدك تشتري ما بيبيعوك الا على السوق السوداء، ومضطر تبيع على سعر رسمي محددته الوزاره، بدك تدفع انت الفرق الخساره، وهيدي عم بتصير بكل القطاعات، كمان بهذا القطاع اللي عم تحكي عنه. يعني نحن بنتمنى على رئيس الحكومه المكلف تشكيل حكومه اليوم قبل بكره، حتى يكون من اختصاصين ياخذوا قرارات سريعه، يكون في قرارات استثنائيه وسريعه لانقاذ ما يمكن انقاذه من قطاعات، حفاظا على الامن الغذائي، لانه الامن الغذائي فوق كل اعتبار. كلنا بنعرف قد ايه عم بتحذر اليونسكو، قد ايه عم بتحذر المنظمات الدوليه من نسبه الجوع في لبنان، وجاء هذا الانفجار زاد كمان مع الازمه. انا بدي اشكرك نقيب مربي الابقار الحلوب في لبنان خير الجراح، وكمان قطاع الدواجن بدي الفت كمان عم بيعاني نفس المشكله، ان شاء الله بحلقه ثانيه بنضوي عليه، على امل يسمعوا صوتكم وياخذوا برايكم، لان انتم على الارض وعلى الواقع، واقل حفاظا على شيء اسمه امن غذائي بالبلد. بعتقد عندنا صفحه اعلانيه
ومن تابح. نتابع الحل عنا عبر الام تي في، اتصالاتكم على 04-444-444. باخد اتصال. الو الو، ايه تفضلي. بونجور مدام ريبيكا. بونجور، اهلا، تفضلي مدام ريبيكا. انا بس هيك كنت بدي اشكي لك، ما بعرف يعني عن جد شو عم بيصير بهالبلد، وحياة الله ما عم نقدر نعرف شو عم بيصير. ومزبوط مثل ما عم بتقولي، قطاع الدواجن يعني كارثة. بيقولوا لك جيبوا جيبوا رب دجاج، جيبوا ما بعرف شو. ليش قادرة تعملها دجاج؟ إذا جبتيه كنا نجيب مثلا الكيس ب 25,000، صار حقه 100 وشي كيس الأكل للدجاج. طب كيف بدك تربي دجاج؟ إذا بدك تجيب أدوية لترش الزريعة اللي عندك، إذا عندك نتشة زريعة مش قادرة تشتريون. يا مدام ريبيكا كيف هالحالة هيدي؟ مدام ريبيكا أنا بس كنت بدي أسأل سؤال هيك محيرني دخلك. نحن هون عنا مش بلد الحمضيات. ليش كيلو الحامض دخلك على 12,000 كيلو الحامض؟ إيه، ويا ريت بيعصر كمان، ما عم بيعصر. هلا جبتهم وحياة الله فكت إيدي أنا أنا عم جرب أعصر. طب ما حرام عليهم. ما نحن كمان مدام ريبيكا أنا سألت بهيدا الموضوع، قالوا لي إنه عم بطلع على التلفزيون وبحضرك وبحضر الام تي في أنا كل النهار، عم شوف هالعالم عم تبكي وعم تبكي. يعني عشنا الحرب نحن بس ما حدا شحد هيك. بدي أقول لك يعني نعم. إنه ما وصلنا لهالمرحلة، حرام عليهم والله حرام. بدي أقول لك شغلة، إنه أنا سألت بموضوع الحامض يا عمي، منع من هيدا معروف من وين، من صيدا ومن الجنوب، يعني ليه بده يكون مرتفع سعره هالقد؟ قالوا لي قال السنة ما كان الموسم جيد، بقى عم بيعوضوا عن الموسم. والدليل هلا الحامض الموجود بالسوق ما بيعصر ابدا، يعني وصل سعره ل 6,000 هلا. هلا بتلاقي الكيلو 5,500 و6,000 بس ما بيعصر. 12,000 بيعصر، ما بيعصر 12,000 وما بيعصر. طب حرام عليهم. حتى عم زيد لقلك بتتاجر فينا، بتفوتي على محل بتشتري علبه الهوت دوغ ب 9,000، بتفوتي على ثاني سوبر ماركت بتشتريها ب 16,000. لقلك نحن نهار الخميس ان شاء الله بيكون معنا مدير عام الاقتصاد حتى نرجع نحكي بالسلع المدعومه، نحكي شوي بالاسعار. نعم. لنشوف. بس أنا كمان بموضوع الحامض، يعني الناس طلعوا على العكار برموا. نعم. ما بعرف كم ضيعة ما لقيوا كيلو حامض، يعني هيدا موضوع مو يعني معك حق. لبنان عن جد عن جد دمروا لبنان، راح لبنان. لا ما راح، بس نحن بده يكون عنا شوية هيك مواطنة أكتر، نحب بلدنا أكتر، نحب شعبنا أكتر، نكون صريحين معه أكتر، نكون مخلصين معه أكتر. ما بده شيء، ما مش كل شيء مصاري، بس في حس إنساني، في حس وطني، هذا نحن بنفقده للأسف. أنا بشكرك وبفهم اللي عم تحكي، لأنه هيدا مش لسان حالك، لسان حال تقريبا كل اللبنانيين. باخد كمان اتصال تاني. ألو ألو. بهالوقت بدي أقول أنه ميلاد اتصل فيي، وكان اتصل الأسبوع الماضي وعم بذكرني أنه هو مكسور على 3 أشهر أجار. هو أجاره بالشهر 600,000 ليرة للبيت، ما عم يشتغل، ما انه قادر يدفع الأجار، صار مكسور عليه 3 أشهر. إذا حدا بحب يساعده يتواصل معنا، لأنه هلأ مفروض يدفع 1,200,000، وإلا بيصير برا هو وعائلته، لأنه ما انه قادر يأمن إيجار بيته. في اتصال؟ ما في. ايه تفضلي مدام. نعم تفضلي مدام. نعم تفضلي، عم بسمعك. مين؟ عم بسمعك، تفضلي. نعم مدام ريبيكا. اي نعم 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 تفضلي. نعم عم بسمعك مدام، شو عندك تفضلي. اي الو. الو مدام ريبيكا. بونجور. ليكي انا موظفه متقاعده. نعم علم. نعم ايه عندي مساعده مرضيه. نعم قدمتها ب 21/5/2020. وين على التعاونية؟ هلا ما في جواب. وين؟ ولا إجابة. مدام قدمتيها على التعاونية؟ حب الرقم؟ إيه بدي الرقم، بس أنت وين قدمتيها؟ بالتعاونية؟ مدام هالمساعدة المرضية وين قدمتيها؟ ما بعرف إذا بعدها معي على الخط. الرقم؟ نعم. رقم المساعدة ولا رقم الانتساب؟ أعطيني شو عندك؟ بدك الانتساب والمعاملة، ما عندي مشكلة.
رقم الانتساب عفوا. نعم رقم الانتساب. نعم 09. نعم 4642. اوكي. ورقم المعاملة؟ رقم المعاملة بعدك معي مدام؟ 4642. اوكي. حضرتك بالتعاونية ما هيك؟ تعاونية موظفي الدولة. ورقم المساعدة رقم الطلب. نعم قد ايه؟ نعم قد ايه رقم الطلب؟ رقم الطلب نعم 16. نعم 48. نعم 33. اها 4. اوكي هيدي بتعاونية موظفي الدولة ما هيك؟ مدام هالمعاملة بتعاونية موظفي الدولة؟ ما بعرف إذا بعدها عم تسمعني. أنا ما عندي بقى صوت مع المدام. أنا بتمنى ريتا إذا بعدها على الخط بس تسألي لي إياها إذا تعاونية موظفي الدولة وبعدين منشوف معها. صورة اليوم نشوفها سوا. بدي أذكر بنداء البابا فرانسيس لسكان بيروت بيقول لهم تشجعوا أيها الإخوة وليكن الإيمان والصلاة هو قوتكم، ما بتتركوا بيوتكم ولا تراثكم. وأكيد نحن منحيي مبادرة قداسة البابا، خصوصاً أنه الأسبوع الماضي شهد كمان يوم صلاة نهار الجمعة على نية لبنان، وأوفد أمين سر الفاتيكان إلى لبنان للوقوف عند حاجات المتضررين. ونحن أكيد نشكر كل الدول وأيضاً الفاتيكان لكل المساعدات اللي عم بيقدموها. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.